وبنفس نتيجة الشوط الأول وبرغم الاستحواذ والسيطرة، الأهلي يتعادل مع وادي دجلة سلبيا بدون أهداف. كابتن شريف، نتيجة سلبية ولكن برغم السيطرة والاستحواذ ما قدرش النادي الأهلي يترجم الفرص اللي أتيحت له لأهداف. دايما أنت بتقول كده مظبوط، مباراة تبادلية في التحركات وفي الشكل التكتيكي اللي من أول شوط لتاني شوط. تحس ان الحاله البدنيه بالنسبه للفرقتين على مستوى متوسط، ما قدروش يعملوا الشكل التهديفي في منطقه جزاء كل منهم. فريق محترم وادي دجله الحقيقه، قدر المدرب النهارده يمكن اللعيبه تنفذ له احلامه كلها ان هو ما يخسرش المباراه ويطلع بنقطه من المباراه قدام النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا تاثر النهارده بالغيابات اكيد، يعني شكل اضطر عليه المدرب ان هو ما عندوش اوراق غير اللعيبه اللي هي موجوده دي، حتى في التغيير مش عنده غير احمد ياسر ريان، وقعد يفكر كتير قوي لغايه ما عمل التغيير الثاني بمحمد شكري. اللي انا بس بياخدني ان كان في فرصه كبيره قوي النهارده للاعبين كتير قوي ان هم يكون عندهم نيرف اقوى من كده، يكون عندهم يعني تركيز اكتر من كده ان هم ممكن يخلصوا المباراه في اي وقت. انما انا مش امكانيات لعيبه، كره بتدور، علي معلول عمل اقصى ما عنده من عرضيات، واحمد بيكهام وجوده في الباك رايت برده ما نقدرش نتكلم غير انه بيتحسس هذا المكان الحقيقه، حاول ان هو يثبت ان هو جوكر يلعب في اي حته، بس واضح ان ده مش مكانه يا كابتن. يعني ما انا بقولك حاول ان هو يلعب في هذا المكان ويثبت الغيابات الموجوده بالنسبه لمحمد هاني. انا شايف المباراه من شكلا كده من فوق تعادليه، من خلال الاحداث اللي حصلت فيها، من خلال الفرص الاكثر للنادي الاهلي طبعا والاخطر. ومباراه زي دي في توفيق وعدم توفيق، يعني مش حاضر اقول للعيبه انتوا قصرتوا، او انت وانت حاسس وانت بتتفرج ان في يمكن سنه بطء في تمرير الكوره في انهاء الهجمه في التفكير. حسين الشحات النهارده مش موفق زي المباراه اللي فاتت حتى في الشويه اللي هو لعبهم. النهارده برده فرقه وادي دجله ما سمحتلكش بالتوغل الجامد، على طول في 3 4 على كل لعيب من عندنا، كل ما بيهجم كل ما بيكون بتحاول تنفذ 1 2، بتحاول تنفذ ضربه ثابته، بتحاول تنفذ اي حاجه. هم عارفين مقدار النادي الاهلي النهارده، فادوا مجهود كبير قوي لدرجه ان احنا قلنا في الهاف تايم هل هيستطيعوا انه تاني تايم يلعبوا بنفس المستوى بنفس الفيتك الفيتنس اللي هو نهوا بيه المباراه. حارس مرمى موفق جدا النهارده عبد المنصف، شال حاجات كتير جدا، مركز جدا. هي دي كره القدم، وهارد لك في ان احنا ما كسبناش المباراه والجاي احسن باذن الله. كابتن علاء، بالرغم ان برضو ان دجله يمكن الشوط الاولاني كان يعني تقريبا ما عملش غير هجمه واحده اللي شالها الشناوي في كره بعد كده عرضيه ما طلعش في الماتش، والنادي الاهلي برغم ان اتيحت له بعض الفرص الا ان نقدر نقول ان دجله كسب نقطه والنادي الاهلي خسر نقطتين. عمر دجله ما كان يطمع في الماتش بالظبط. دجله اقصى امانيه كان النهارده نتيجه النهارده بس اللي هو التعادل. شكله كده الشوط الاول كره الشناوي، الشوط الثاني مفيش خطوره لدجله، دجله كله بيعمل الشوط الثاني. وده على فكره احنا اثرنا النقطه دي بين الشوطين، العامل البدني. بدنيا دجله مش زي نفس كميه الجري والتركيز دايما اللي كانت موجوده في الشوط الاول، وده طبيعي. انت بتحاول تجاري النادي الاهلي في كميه الجري، النادي الاهلي من اقوى الانديه بدنيا موجوده من فتره. بدنيا النادي الاهلي ما عندوش مشكله يلعب دقيقه 96 زي ما انت عايز بنفس الريتم ونفس الاداء. حصل التاثر ده. لكن يعاب على لعيبه النادي الاهلي الشراسه الهجوميه مش موجوده. يعني احنا كل مباراه بص نتيجه التعادل دي بتحصل طبيعه، ممكن تحصل في كره القدم موجوده يعني، لكن جماهير النادي الاهلي واحنا واللعيبه والجهاز فكره ان هو يتعادل المباراه دي مش متقبلها، لكن هي بتحصل. لكن هو الذكاء والصح، انت ليه تعادلت النهارده؟ ممكن زي ما كابتن شريف قال توفيق عبد المنصف في كورتين النهارده ممتاز فيهم، لازم ياخد حقه فعلا امتياز النهارده. كره علي معلول وكره بدر بنون طلعهم حلو قوي قوي قوي، رده فعل حتى لو كره علي معلول في نفس مكانه لكن حساب رده الفعل صح مش سهله برده. ده دجله، دجله النهارده بالنسبه له ادى المهمه ايمن بنسبه 100%. طبعا تعادل مع النادي الاهلي اخذ نقطه،
شكله العام مش وحش، مش شكل فريق بيدافع من اول دقيقه لاخر دقيقه، لا الشوط الاول كان بيمسك كوره ليه شكل ليه اداء، طلع الكوره اللي طلعها الشناوي، لكن الشوط الثاني مش هيقدر يجاري النادي الاهلي، دي خليها على جنب. لكن انت النهارده بعض اللعيبه مش مستواها الفني العالي، زي ما احنا كنا بنتكلم قلنا النهارده مستر موسيماني بدا بوليد اللي هو وليد مش جاهز فنيا، لكن يحسب لوليد ان هو لحد اخر لحظه بيأدي. أيوة. وانا كنت اتمنى وليد يكمل، كنت اتمنى وليد يكمل مباراه وكان هيكملها. أيوة. بعض اللعيبه لسه مش فنيا مش عالي. وعلى فكره انا عايز اقول النهارده حتى لو انت عندك غيابات بس انت بتلعب مكانهم الناس نجوم وكل نجم مستني فرصه. ممكن شريف قالها كده في صاغ الكلام ان لازم كان يستغلوا الفرص. النهارده جات لك فرصه ايمن وعندك غيابات، احنا زمان كنا مستنيين بالظبط، انت مستني فرصه القدر لا اصابه انذارين او ثلاثه. فانا جات لي فرصه، ليه النهارده الفرصه ما تيجي انا ما استغلش الفرصه؟ فده يؤخذ على اللاعب مش على المدير الفني. لازم النهارده اللعيبه ان هي لقت نفسها في الملعب كانت لازم تأدي احسن من كده بكتير، كان لازم يبقى تركيزها اعلى من كده بكتير، ولازم النهارده كان يقول انا لا انا نجم انا موجود وانا استحق ابقى موجود مكان فلان. صح. دي احلى حاجه للمدير الفني، لكن بعض اللعيبه ما استغلتش الفرصه النهارده. صحيح. دي اثرت على لعيبه النادي الاهلي، زي ما بقول لك الكثافه والشراسه الهجوميه اللي بتاعتك طول المباريات. هات اي مباراه للنادي الاهلي يا ايمن، بص على كميه الكرات العرضيه وكميه الانفرادات وكميه التسديدات اللي بتعملها في اي مباراه، اي مباراه كبيره صغيره النهارده لا. صح. المعدل قليل قوي، لان النهارده الريتم الاداء فيه بطء، بطء في التفكير، بطء في الحركه، والاسوا بطء التفكير، بطء التفكير ده انت لو بتفكر بسرعه هتعرف تلاقي مساحه هتعرف تاخد قرار. وبطء القرار النهارده ضيع منك كور كتير قوي. لكن على الجانب الاخر الشق الهجومي اللي لوادي دجله في الشوط الثاني مش موجود، فانت مش قلقان. حتى لما بتغلط بتعرف تجيب كوره ثانيه بسرعه. النهارده حمدي فتحي مجهود ممتاز في نص الملعب، هايل في نص الملعب النهارده. علي معلول كالعاده زي ما شريف تفضل وقال عمل كل، يعني علي معلول هو علي معلول اللي خلاص الناس متعوده على شكله وادائه وكل حاجه. النهارده هو ده علي معلول عادي، العادي بتاع عادي معلول. لكن في بعض اللعيبه دون ذكر اسامي لا كان لازم النهارده يبقى احسن من كده بكتير قوي قوي قوي. فرصه جت كان لازم يستغلوها، لكن بتحصل في كره القدم حته انك تتعادل. عارف ايمن تفويقه بسيطه أيوة. انت ممكن تخسر نقاط أيوة. بس هو زي ما بقول لك الذكاء، انت خسرت النهارده ليه؟ هو ده بقى الشغل الشاغل ان شاء الله. أيوة. كابتن عادل ما تغيرش لعب دجله على مدار الشوطين خالص، وزي ما قال الكابتن علاء ما طمعش في الماتش، هو لعب على النقطه ونجح فيها. لا هو مش ما طمعش في الماتش، هو ده رتمه وده شكله. هو حتى لما بيتغلب بما بيغيرش بيفضل ينقل لحد ما يروح بالكره سهله. فهو النادي الاهلي النهارده ضغط عليه كويس ثاني شوط، ولكن اقدر اقول لك البدايات النادي الاهلي بيخلص المباراه في بدايه الجون الاولاني اللي هو الفرصه الاولانيه اللي كانت بتاعت محمد شريف في البدايه اللي ضغطه كويسه. انت عارف لو كنا جبنا الجون ده كان النادي الاهلي كسب كتير النهارده. أيوة. ولكن وادي دجله ده يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره ويعني وداك لحته انت مش ما بتجيتش فيها، ان هو انت عمل توسعه للملعب دي رقم واحد، عقبال لما بترد الكوره وبعدين تردها وبعدين تقدر تنقل هو بيرجع لورا خالص، هو ما بيفكرش انه يكسب وادي دجله. بس يمكن كان في بطء مننا شويه زي ما قال الكابتن علاء. ما هو البطء هو نتيجه ايه يا كابتن؟ البطء نتيجه ارتداد وادي دجله بسرعه. فانت مش بتلاقي اللعب الامامي، ما اصل انت في حاجه من الحاجتين. انت لما بتقطع انت عايز تعمل كره طوليه؟ عايز تعمل كره طويله؟ ولا عايز تنقل؟ ما هي دي المشكله، ما هو ده دي لعبك. مش احنا اتفقنا على ان احنا اسلوبنا قريب من اسلوب وادي دجله؟ يبقى انت لو هتاخد الكوره بتعمل البطء، لان وادي دجله بيرتد بسرعه. وادي دجله بحس من لعيبته ان هم ليهم هدف ان هو يجمد الكوره ويجريك ويجمد الكوره ويجريك، يعني ما عندوش العمق الهجومي اللي هو اللي ما راحوش على الجون تاني شوط مفيش. ولكن في نقطه مهمه جدا، هم نجحوا في نص الملعب. ايوه ودي حقيقه، ما خلاكش تجيب تعمل هجمات منظمه كتير كنص ملعب. حاجة تانية مهم، عاملين زيادة عددية في الناحية الدفاعية كويسة قوي. حتى هجماتك انت تقدر تقول عليها هجمات، ممكن الهجمة اللي هي المهمة بتاعت بدر بنون اللي الكرة اترفعت وكرة ثابتة واترفعت وبعدين راحت على البعيدة وحطها في ايد عبد المنصف، وعبد المنصف النهاردة كان جيد جدا وكان كويس قوي، لكن موفق توفيق كبير قوي. الحاجة المهمة
كره صلاح محسن بتاعت الشوط الاولاني الكره اللي بدماغه الهد. يعني هو كان المفروض اللعيب استنى الكره وهو طلع. ففي حاجات كتير قوي يا كابتن لو كان النادي الاهلي استثمرها النهارده في البدايه واحرز هدف كان الموضوع اتفك وكان لعب عادي. لكن طول ما انت متعادل 0-0 فالاداء بتاعك انت بيزيد ضغط عصبي وشح وتتشحن والفرقه الثانيه بتزيد اطمئنان وقوه ازيد. أي. لان انت فاهم انه ده هدفه يعني. أي. انت لو اتكلمت مع مدرب وادي دجله هيقول لك ايه؟ هيقول لك انا نجحت النهارده في ان انا اتعادل مع النادي الاهلي بغض النظر عن الاداء بغض النظر عن ادائه الشوط الثاني انه ما عملش حاجه يعني. أي. ومستني الجون يخش فيه. أي. انت فاهمني؟ أي صح. ولكن في الاخر نقدر نقول ايه؟ انه نجح في مهمته كسب. لازم نديله حقه. صح. هو نجح في مهمته برغم ان احنا المفترض ان كنا اخطر والمفترض ان احنا كنا المفترض اخطر ولكن مش بشراسه على الجول زي ما الكابتن علاء قال ودي حاجه مهمه جدا والكابتن شريف كلمهم. مفيش شراسه على الجول. انت الشراسه بتاعتك بالتركيز. في احيانا يا كابتن يعني انصاف الفرص بتقدر كفير وتجيبها جول تستثمرها. انت محتاج دي. احنا محتاجين ان احنا نخلص لانه لازم تعرف ان الفرق كلها هتلعبك دفاع منظم. وكل ما الوقت بيزيد كل ما حماسه في الدفاع بيقوى. وكل ما بيزيد تاني شوط بالذات تاني شوط اول ما بيعدي الدقيقه 25 والدقيقه 30 حماسه بيزيد وبيعلى وبيعلى. لكن في الاخر اقدر اقول لك النهارده مفيش فرقه بتكسب على طول. لازم نعرف ان لما يحصل لنا موقف زي ده هنتحل ازاي. لما بنجيد كويس بنقول احنا كويسين قوي لكن احنا ما اجدناش النهارده عشان نكسب المباراه. دي حقيقه يعني. طيب كابتن هاني كابتن عادل قال نقطه مهمه جدا في حته البطء في التحضير وان دجله بترجع تقفل على طول في نص ملعب ولكن ممكن يكون كان في برضه عدم تحركات ايجابيه من المهاجمين فبالتالي نص الملعب بيمسك الكوره مره واثنين ويمرر لان تحركات المهاجمين ما كانتش على المستوى المأمول وبنفس السرعه اللي المفروض الهجمه تتعمل بيها. خلينا متفقين يا كابتن اول حاجه ان النهارده في مفيش روح. دي اول حاجه. انا شايف النهارده مفيش روح. كابتن علاء برده قال زي ما كابتن عادل بيقول ان هو قال حاجه مهمه جدا حته الرغبه والاصرار ان انت عاوز تكسب. يعني حاسس ان روح النادي الاهلي انت لحد الدقيقه او عايز انت ممكن تضيع مفيش مشكله بالنسبه لي ممكن تضيع وممكن تروح على جول كتير وكل حاجه والكلام ده كويس قوي لكن حته الرغبه والاصرار ان انت لازم تكسب ما كانتش موجوده النهارده. خلينا نكون صراحه مع بعض يعني احنا بنتكلم النهارده النادي الاهلي لما بيكون كويس ولاعيبه النادي الاهلي لما بتكون كويسه كلنا بنشيد بيها وكلنا بنرفعها السما لكن النهارده فعلا واضح جدا ان النهارده مفيش اصرار على الفوز. النهارده تحس ان يعني اللي صعب المباراه برده كابتن ايمن النهارده حته ان الراجل بيلعب نفس نفس الخطه بتاعتك نفس الاسلوب بتاعك فده يعني عمل مشكله للراجل مستر موسيماني ان انت برده الراجل بتلعب نفس الخطه فتقريبا انت حافظ يعني حافظ انا بلعب ازاي وانت حافظ انا بلعب ازاي فالموضوع بقى صعب. النهارده في مساحات كبيره جدا في نص الملعب النهارده مساحات كبيره يعني النهارده كان لازم انسب ماتش انت تلعب ثلاثه في نص الملعب يعني الملعب النهارده الجناح الخطين بتوع الفريتين لعيبه كتير جدا على يعني من ناحيه ال 18 بتاعت النادي الاهلي وناحيه ال 18 بتاعت نادي دجله وادي دجله في لعيبه كتير قوي في ال 18 هنا وال 18 هنا ونص الملعب كله غالبا فاضي مفيش فيه حد حتى النهارده ديانج وحمدي فتحي تحس ان هم تايهين مش مفيش ربط بينهم وبين بعض الاثنين النهارده. انا شايف النهارده وليد سليمان كان يعني كان لازم يبقى له دور افعال اكتر من كده يعني طبعا احنا غض يعني احنا عارفين ان وليد بقى فتره كبيره يعني انت مش العذر وليد طبعا انه بقى له فتره طبعا جاي. طبعا لكن انا قصدي ان في لو حد مكان وليد النهارده جاهز ولعيب مثلا زي قفشه في فورمته كان هيفرق النهارده كتير جدا مع نادي السوليه. السوليه بيعملها كويس برده الحته اللي هي تحت الفراوده الزياده بتاعته اللي كان اللي المفروض ان هو بيعملها الحته دي يا كابتن كان لازم النهارده حد يمسك يبقى فيه يعمل ربط ما بين خط الظهر وخط النص وخط الهجوم بتاعنا. الحته دي افتقدنا النهارده حد ينقل الكوره بشكل فعال لكن طبعا زي ما الكابتن عادل قال دي مباراه وعدت. ريال مدريد امبارح بيتعادل برشلونه بيتعادل الفرق الكبيره كلها بتتعادل مفيش مش مش نهايه العالم لكن حته الروح النهارده كابتن ايمن هي اللي كانت ناقصه النادي الاهلي ان انت عندك اصرار لازم تكسب المباراه حتى لحد اخر دقيقه. ايوه في نقطه ثانيه برضو كابتن علاء قال اتكلم فيها حته برضو
اللعيبه اللي بتاخد فرص. يعني لازم 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 يبقى انت في تركيز اكتر من كده. الفرص دي مش هتجيلك كتير. انت عندك النهارده حوالي 12 واحد غيابات ما بين كورونا وما بين اصابات. لازم النهارده يعني صلاح محسن النهارده بادئ المباراه كان لازم يبقى فيه، هو راح على الجول كتير وكل حاجه، لكن لازم يبقى فيه اصرار. يعني انا بتفرج على صلاح محسن بيتحرك كتير وكل حاجه، لكن استاذنك يا كابتن هاني بعد اذنك هنروح المؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني هيقول ايه على احداث المباراه. I think we waited too long. Maybe we were hoping for the second half to get the result, but when you look back, it means it's a game that you could have taken in the first half because you never know what's happening in the second half. انتظرنا كتير عشان نخلص الماتش، يعني كان ممكن نخلصه من الشوط الاولاني، انتظرنا الشوط الثاني عشان نخلص الماتش ما خلصناهوش. ما تيجي تبص على المباراه بشكل عام تحس ان كان ممكن نخلص الماتش في الشوط الاولاني مش الثاني، ما انتظرش اخر دقيقه عشان نحاول نسجل. In the second half we could not get the goal we wanted. والشوط الثاني ما جبناش الجون المرجو اللي احنا عايزين نسجله. Can it be too late؟ يمكن كان متاخر شويه ان احنا نفكر في التسجيل. But yeah. Good team we played against. لعبنا قدام فرقة كويسة. They play well from the back. بيلعبوا كويس، بيبنوا كويس من ورا. They build up very well. We know that we build up so nice from the back. عارفين هما بيحضروا كويس ويبنوا كويس من ورا، وعارفين بيلعبوا كرة كويسهم كويسة. And we knew that we're gonna get one or two chances. كنا جات لنا فرصة أو اتنين كفو نستغلهم. Take the ball from the back when they build up. كنا عرفنا نقطع قطعنا وكان ممكن نخطف. Because they are brave, they take a lot of risk. هما فرقه كويسه بتلعب كوره كويسه وبياخدوش مخاطره كتير. And we got the first one in the I think first second minute or third minute where we stole the ball and Sheriff did not take the chance. He took too long before he could finish the chance. That was the chance. وعرفنا خطفنا في اول خمس دقائق لما شريف قطع الكوره وخد وقت طويل عشان يخلص الهجمه، ويمكن هي دي الفرصه كان ممكن تخلص الماتش في الدقائق الاولى من المباراه. And the game would have been different. بعد كده الماتش اختلف تماما طبعا. But the goalkeeper was very good. Maybe man of the match. حارس المرمى بتاعهم عمل ماتش كويس جدا، اعتقد هو رجل المباراه النهارده. يعني صد كانت تصديات كبيره في الماتش النهارده، كانت تصديات كويسه. We were also hesitant. We were not passing. We were passing a second later. ان احنا برده كان عندنا في الثلث الاخير كان عندنا تردد في النقله الاخيره في اللمسه الاخيره، ما كناش عاملينها بشكل جيد بالشكل ما. يعني كان قبل الشوط الاول ما يخلص كان في جت لها فرصتين من ناحيه الشمال وما خدناش القرار الصح عشان نخلصه. يعني المفروض لازم نتقبل ده، كره القدم لازم نتقبلها، لازم نكمل على طول طبعا. في جات لها فرص كتير، وكابتن الشناوي برضو تصدى لكورك، الفرصه كانت ليهم كان ممكن يسجلوا منها. وده يعني ده شكل الماتش، ده هو تحليل المباراه. اتفضل يا فندم. الصف الاولاني مع صلاح، صف الثاني يا كابتن يا استاذ، شفنا تعليق يا استاذ لصلاح محمد يا استاذ، عايزين نعرف ايه سبب. بيتكلم حياتك، بيتكلم حياتك يا فندم. بقول احترم الكلام اللي انا بقول احترم، مش انت اللي هتقول احترم. معلش يا فندم، معلش حصل خير. معلش وبالاحترام انا بقول لك الصف الاولاني. معلش يا فندم، معلش بعد اذنك. هو بيدير المؤتمر. معلش يا فندم، معلش الموضوع مش مهم. معلش ايوه احترم الضوء. لا مش انت اللي هتعلمني يا فندم. معلش يا فندم، معلش معلش يا فندم، معلش معلش. طب ماشي. اوكي هيك هتسال بعد كده. ماشي يا فندم، اتفضل. هيك هتسال تاني، هو قاعد هو متصل. ماشي ماشي، هو اكبر حاجه في السن. ماشي اوكي، زي والدك. في ميس باس كتير جدا في النادي الاهلي، في
فجوه ما بين خط الدفاع وما بين باس ان هي جاب بين ذا ميد فيلد اند ذا اوفنسيف بارت فضل حاله من التوهان ذا بريس ويل نوت فوكس 100% سبيشلي ذا فايف رايز ذا ذا اوفنسيف اند فرونت اند بيكوز اوف ذات Because of that, you didn't make a good result for the game. You were bad for that. Do you think was it the absence of that or? Look, الأهلي بمر. Yeah, because usually any players can play can. Yeah, but the last thing we want to make is to give an excuse why we did not win. The last thing you want to do, we don't want to do that. طب هو برضه نقول السؤال عشان حد سمعه وبيقول ان احنا متعودين الاهلي بيبقى منحدر النهارده and we made also enough subs so it was okay we don't want excuse we can't make excuse okay can you translate the question first and you and me we you know if you have 11 important players out it will never be the same I think Ali is the only team that has been hit so hard by Corona by seven players. But that should never be excused because we still have others to come and play. We are a big team, we need to play. And we played to win tonight, we tried to win. Just that we missed the chances. And we have a lot of injuries. We have 11 players out. طيب السؤال كان اللي هو احنا متعودين الاهلي بمنحدر النهارده لقينا الاهلي اوكي لان النهارده الاهلي ما اداش الاداء المرجو منه ما حققش النتيجه وكان في رهونه لحد تعبير حياتك في التقفل to change the shape we played is too different because you saw how we played last time we played with Akram and Alouy and Handi and we had to put Walid to play as a 10 and he hasn't played for very long time and he come from corona also طب هنجاوب على السؤال طب هو اجابه السؤال هو بيقول لك انا ما بحبش انا مش من النوع اللي بحب ادور على اعذار اي 11 واحد في الملعب المفروض يكسبه طبعا ده بصرف النظر عن ان احنا عندنا 11 غيابات 11 بين مصابين وبين كورونا احنا اكتر فرقه اتاثرت بالكورونا اكتر فرقه فيها حالات ايجابيه كورونا بس ده برده مش عذر بيقول طبعا التغيير ده بيغير من شكل اللعب الشيب اللي لعبنا بيه طريقه اللعب بقى كنا بنلعب زي ما حضرتك شفت الماتش اللي فات لعبنا 3 وسط ملعب 3 ديفندرات وسط ملعب كان ديانج واحمد وحمدي فتحي واكرم توفيق عشان حاله كورونا طريقه العب لعبنا كابتن وليد نمره 10 غير طريقه اللعب لعبنا بالطريقه الاولانيه 4 2 3 1 ده عشان خاطر يعني يأقلم نفسه على الوضع في ظل الغيابات لكن طبعا ده مش معناه ان بدور على اعذار المفروض اي حد موجود يلعب يكسب بس احنا برضو لعبنا اعتقد قبلنا بيان حسن وكان ممكن نكسب وكان في ضغط برضو على الفرقه حاول ضغطنا على اللعيبه عشان نسجل واعتقد كان في ضغط على الخصم لعبنا يعني اعتقد لعبنا كوره كويسه وكان ممكن نسجل قريبين من التسجيل برغم الغيابات وبرغم الحاجات اللي قالها لك الاعذار اللي قالها لك اوكي بس برضو في الاخر دي مش ده ما بعتوش عذر ده مش احنا ما بنجيش اعذار ما بندورش على اعذار ان احنا ليه ما كسبناش النهارده طب في سؤال تاني ولا خلاص يو تشانس حبيبي اتفضل حضرتك اتفضل سؤالي بس كان في تعليقات لصلاح محسن كذا مره كان يجيله كومنت نعرف بس تعليق على الخط تاني يعني when you was on the line you gave a main comment to instructions to صلاح محسن what was the instruction you gave to صلاح محسن Can I finish? You ask me a question, let me finish. He needs support, he's a young player. He needs a lot of guidance. He's got a lot of he plays a lot with instinct. And Ali plays against a team that's sitting back. So you need a lot of intelligence to unlock, to open the defense. قلت حاجه تقول له ايه التعليمات اللي كنت بتديها لصلاح محسن كنت بتتكلم معاه كتير خلال المباراه على الخط بيقول لك هو لعيب صغير محتاج توجيهات محتاج ازاي يعني يلعب مع الاهلي ازاي يتحرك هو النادي الاهلي بيلعب مع قدام فرقه بيقفلوا دايما ورا فمحتاجين نعرفه ازاي يقدر يفك طلاسم الدفاع اللي قدامه ازاي يقدر يخترق ويسجل يعني ازاي يتحرك المفروض نساعده لعيب صغير المفروض عنده قوه وعنده سرعات وعنده كل حاجه بس محتاج طبعا احنا نوجهه هو كان قال برده قبل كده ان هو بيلعب بالغريزه اكتر صح معظم بيلعب بالغريزه اكتر لسه الموضوع التزام الخطي ما عندوش 100%
فهو بقى عايز يخش يبقى في النسيج المتماسك بتاع الفريق، في الشكل المتماسك بتاع الفريق، يدخل في في في, في التزام الخطي بتاع زمايله. لما بينزله بيكون تغيير، وبينزله بيعمل فرق، بيلعب كويس جدا. بس الوضع ده بالرغم يعني مساوئه، بس كويس بيعرف ايه عنده، ايه المتاح عنده في ظل غيابات اللاعبين الاساسيين، بيعرف ايه المتاح. في ظل غياب ال 11 لعيب دول بشوف لو هم دول مش موجودين ايه البدائل، ايه يعني ممكن يلعب ازاي، والموجودين ممكن يأدوا ازاي. اينما احنا خسرنا نقطتين النهارده. بس انا عرفت اتعلمت وعرفت الستاف الثاني عندي ايه، اللاعبين الثانيين اللي في غياب اللعيبه الاساسيين الموجودين بيلعبوا ازاي وبيعملوا ايه، ادائهم ازاي. اتفضل يا فندم. وسؤال بواليا بعد ما جه وقع الاهلي، يا ترى هنشوف الماتش الجاي ولا لا، ويا ترى لو لعب راس حربه نمره 9 هنشوف شريف هيقعد على الدكه ولا هيلعب وينج، هيلعب قياد احتياطي لبواليا ولا هيلعب وينج، هيلعب في مركز ثاني. I'm sorry, be careful. It's increased the number of players that you have to register. الكاف زود عدد اللاعبين اللي ممكن زودهم في القائمه بسبب طبعا وضع الكورونا، بسبب وضع الكورونا. بيقول حياتك طبعا الكاف زود اللعيبه عشان خاطر وضع الكورونا، فطبعا دايما يبقى احسن يبقى عندك لعيبه في كل مركز زياده عن حاجتك، لان انت ما تعرفش الماتش الجاي ايه، ممكن لا قدر الله يبقى في ثلاث لعيبه تانيين كمان يا بوزيتيف ايجابي كورونا، فيبقى انت عندك بدائل، يبقى عندك الدكه بتاعتك قويه وعندك حد ممكن يحل. مع كل اختبار للكورونا بيقول يا ترى مين اللي هيطلع بره، بسال نفسي مين يا ترى اللي هيطلع بره. You need more players. You need Bwala to come and help because anything can happen. محتاجين طبعا بوالي يكون موجود ويساعد. For the next match, Sharif is positive. I'm just saying, no, he's not. بيقول يعني ممكن الماتش الجاي لا قدر الله، لا قدر الله يعني ان محمد شريف لا قدر الله ايجابي، هيبقى عندي بوالي موجود بيساعد، فوجوده هيساعدنا كبدائل في حاله لو في حالات ايجابيه. It's always better to have more and let me have that problem when everybody's around. But not have a problem, not to have players available. افضل يبقى عندي لعيبه زياده وافكر هلاعب مين عن يكون عندي نقص في اللاعبين وما بلاقيش لعيبه كامل بيها السكواد. I'm asking myself, what's happening to us at Ali? Where are we going? Why is this virus going to us? Or we go, but anyway, the virus doesn't move. We go to it anyway. بسأل نفسي ايه موضوع الفيروس معانا، ايه الحالات اللي بيجي لنا كتير ده، حين لفين. Another team can go like this. And lose players like this and see what will be the lineup. شوف اي فرقه ثانيه لو لا قدر الله حصل لها برضه اللي حصل لنا، حصل غيابات بسبب الكورونا، شوف هيلعبوا ازاي، هيكمل تشكيله ازاي، هيلعب اللاعبين الاساسيين ازاي. محتاجين لعيبه. هو بيجاوب على حياتك بيقول لك محتاجين بواليا زيه، يعني مش حكايه حد مكان حد، محتاجين يكون عندنا لعيبه كويسه على الدكه عشان لو لا قدر الله في حالات ايجابيه. They can play together. ممكن يلعبوا جنب بعض. مع بعض. They can play against each other. ممكن يلعبوا عكس بعض. And Sharif always plays on the side. لأن شريف عادة كان بيلعب دايما على الطرف زي ما حضرتك عارف. Tonight he made, he played the whole second half on the side. هنا لعبوا شوط كامل، الشوط الثاني لعبوا على الطرف، كان بيلعب دايما تسعة على الطرف. The problem of them being available. مش عندي مشكلة ان يكونوا هما اتنين متاحين عندي. Than what I have tonight. أحسن من الوضع اللي كان موجود النهاردة، زي ما شريف ما كانش عارفين نكمل. Last question. Okay. Cool. Welcome and. Hard luck for the during the game. Rules to say that you modify your plan and your tactic during the game, defenders accept and the position of the players during the game. It's happening during the game of Al-Ittihad and it's happening today against the game. The tactics and players, the position of the players. Yeah. I know maybe because of absence, because of many absence.
بس ما كويتش انت حضرتك راضي عن مقاعد البدلاء او الدكه. Are you satisfied about the substitute? No, substitute of the intervention. فضل 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 You see, if they have some, this is absent, you know, an important game in the African competitions, in the African competitions. The substitutes is some the same level like, and substitutes are enough to help the team to win, or you need. No, this is not. طب السؤال بسرعة ترجم اترسيت السؤال حيك قلت ان هو في النهارده شفنا في ظل غياب لاعبين عشان الكورونا الموجودين ما بيدوش نفس المردود ان يعني محمد هاني غيابه الناحيه بتاعته مش بنفس الاداء ومركز نمره 10 مكان قفشه برده المردود مش زي ما متوقع يا ترى انت شايف ان دول كافيين ممكن لو قدر الله حصل حالات زي كده ايجابيه تاني ممكن تكسب ماتشات مهمه في بطوله افريقيا ولا محتاج في ظل الاسماء الموجوده على مقعد Especially the players. There's many players we don't have with a good performance in the game today. Many Do you need some extra players in the No, we. I mean, if I get 11 players back, do I still need more players? لو رجعوا ال 11 لعيب بتوعي اللي هم المصابين اللي غايبين بين كورونا خلاص الفريق هيبقى كويس مش محتاج ادعم هو مش متفق مع حكايه الاحتياطي مش نفس المستوى الاساسي يعني ياسر ريان نزل وعمل فارق ولاعب كره بهد كويس عمل الفليت بول دي لعبها كويس يعني شايف ان هو كان اليوم مردود ايجابي لما لعبوا كانوا موجودين كانوا كويسين We have always been having substitutes, even the last match when we won here. They were very good, so it's okay. It's one of those games. We must accept and move on that we drew tonight. هو بيحب دايما سياسه التدوير حتى الماتش اللي فات ادى فرصه للعيبه ما كانتش بتلعب واعتقد ادت مردود كويس هو طبيعي لازم نقبل ده جزء من كره القدم خلاص المفروض نكمل بعد التعادل بتاع النهارده. We should look at the game why we did not win because we did not take the chances we had. We created the chances, we didn't score them. Win not because we have 11 players who are out or no. احنا خلقنا فرص ونشوف ليه احنا يعني المفروض ندرس ليه ما سجلناش الفرص اللي لحقت لنا احنا جات لنا فرص ما سجلناش عشان كده ما كسبناش مش عشان خطوط ال 11 مش موجودين واللعيبه الموجودين مش بنفس المستوى اللعيبه الموجودين كانوا كويسين وكان مردودهم كويس بس خلقنا فرص وفرص ما ترجمناهاش المفروض نشتغل على ده نعالج الاخطاء اللي حصلت عشان ما تتكررش تاني. بدا ربنا ان الفيروس يعني في هالقالي شويه مش في حياتي ان شاء الله يرجعوا تاني ميرسي شكرا جايز فيري جود واضح ان مستر موسيماني طبعا زعلان على خساره النقطتين اكيد هنتكلم عن الكلام اللي قاله مستر موسيماني مع نجومنا الكبار ولكن بعد الفاصل مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن شريف مستر موسيماني طبعا كان واضح عليه الزعل ان هو خد نقطه واحده بس النهارده النادي الاهلي خسر نقطتين لا هو خد نقطه بس خسر نقطتين وقال لك ممكن نخلص الماتش في الشوط الاولاني بس احساسك انك انت يمكن في بعض اللعيبه عندهم احساس ان هم ممكن يكسبوا في اي وقت كلامك مظبوط يعني كنا بنتكلم قبل الهوا ما يرجع انا ملعب مباراه وانا كلاعيبه او حاسس ان انا عندي غيابات وفي نفس الوقت احس ان انا عندي احساس ان انا بلعب فرقه اقدر اكسبها في اي وقت اقدر اكسبها في اي وقت دي شروط الاحساس اللي هو عنده ده بيوديك للبطء البطء ده زي كره محمد شريف في اول هاف تايم كده الكره رايحه بياخد وقته فيها كويس قوي وبيصل اكنه بيلعب رايح على الجون معهوش اي حد دخلوا اثنين عليه خدوا منه فهو الاحساس اقدر اجيب الكره دي لا اجيب اللي بعدها صلاح محسن في نفس الوقت ولو كان بص صغير كده عملها بسيطة بدل ده بشماله دي راحت رايحة من فوق العارضة لو عملها عرضية بس سنة كده هتلاقي أي حد اتنين تلاتة داخلين يعملوها ببطن رجلهم جوه الجون في ناس بتبقى بتلعب بتقول أنا عايز أثبت وجودي النهاردة أنا هداف أقدر أجيب شوطة من وليد ده يعني هو عمل بص تصرف وليد هنا سريع يعني تصرف وليد هنا ذكي جدا
وقفها وقفها وتحرك وعدلة وسدد ليه بالزبط. لان حتى فيش سبورت ليه جاله يقدر يعمل 1-2 يقدر يديها له يقدر يدي واحد فرصته احسن منه فكان تصرف سريع جدا دي اللي انا بكلمك عليها هنا برضو الوانتو العرضيات اللي انت كنت بتسالني عليها كان فين العرضيات اللي كانت موجوده مش محسوسه قوي انها ما فيهاش خطوره بتقف يعني ما بتكملش انما احنا انا حاسس بفرقتي النهارده الحقيقه حاسس ان هي تكسب في اي وقت وده اللي بيزعل عايز الكره دي ممكن تجيبها لنا تاني معلش الكره دي هتلاقي لا رجعها لنا تاني بعد اذنك بص الكور دي كلها هي دي اللي انا بقولك عليها ما حدش حتى يعني استنى صراحه عشان يفكر انه يلعبها بالعرض فكل الناس بتخش شايف محمد شريف فين الشحات بعيد قوي كمان والشحات بعيد جدا واحنا كام واحد دلوقتي بص احنا في 18 واخد القرار حطها في الجول والله هارد لك برضو علاء يعني واخد القرار واخد القرار بيقولوا انت لعبتها غلط بغض النظر عن حد مكمل ولا لا هارد لك قرار صح لان هو لو كان بص يمكن انا كان نفسي يلعبها بالعرض بص اكيد هو بص ما لقاش في حد يقدر يديها له ف برضو انا حاسس ان دي صعبه لا 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 بص ان الراجل يوصل لحدنا ستوب ديانج وحمدي فتحي لا هاتها من ورا شويه ايوه من هنا بص يا كابتن علاء هو وصل لحد فين احنا وصلناه لحد تقريبا هو كان ممكن يكمل لجوه ال 18 كمان هو كمل بس بص الزياده العدديه من عندنا والوقفه كمان بتدافع متاخر قوي ايمن ما ينفعش بقى اتنين مساكين بتوعك ورا كده عند الشناوي ما ينفعش انت اللي بتزمي مساحه ما المساحه دي كل ما بتضيق المساحات كل ما خلاص خطر بص يا كابتن شريف هنا صلاح وهي راح له الكوره هو واخد القرار ان هو هيشوط بس طبعا كانت ممكن تعمل احسن من كده بكتير بس وليد طبعا وليد عملها امتياز هنا هو خد القرار وممكن يكون مثلا شير لو واخد بالك من معلول هو كان علي معلول كان عايز يرجعها له كمان يعني في لقطه قبل دي لا اللقطه اللي قبل دي علي كان متخيل ممكن صلاح يعملها بكعب وهو اللي يشوط عارف يعني التوفيق فين يا علاء؟ شاطة في الضيقة ما هي شاطة التصرف طلع وحش طبعا لكن هي زي ما بقول لك يا كابتن شريف هو خد القرار وفي لقطة بس لما تعاد تاني علي معلول كان وراه بس خلاص انت دام خدت القرار كلاعب مش هينفع بس عايز اقول لك حاجة يا كابتن علاء في الكورة دي هو التصرف مش وحش طبعا التنفيذ الوحش لا ما بتكلمش هو لا خالص انا بتكلم على تصرف صلاح محسن نفسه لان لو جبناها هي ممكن تتشط بس مش هتلاقي حد كمان بالعرض هو مش هيشوط او مش عايز بالعرض لكن هي ما تتشطش كده هو التنفيذ الوحش لكن لو اتشطت في دي جول بقى طبعا دي لازم دي كان لازم دي لازم جول ممكن نجيبها تاني معلش الارض جول بس انا ممكن اقول كلمه على الكره الاولانيه كابتن الاولانيه طب ممكن نجيب كره صلاح محسن اللي قبل دي يعني كره صلاح محسن اللي قبل دي اللي هو شاطها برجله الشمال لا اللي قبل دي ايوه هي دي اقف أيوة كده نقف بس نقف فيها بس ماشي بعديها ايوه هقول لك حاجه مهمه جدا علي معلول بص علي معلول قصدك علي بص علي معلول بص علي معلول ماشي حتى لو علي هو بيدعي على علي كمان لو علي كان متخيل لو حطها بكعبه لعلي دي هجمه ثانيه ماليش دعوه ثاني وقتها انا بتكلم على علي انا ماليش دعوه بيه انا علي من عارف انا بتكلم على علي كان بيتمنى كده عادل انت فاهمني انت عايز اسامه يحطها لعلي لا انا بقول لك تفكير علي هي ممكن هجمه تنزع انا بقول لك تفكير علي في الوقت ده كان عايز صلاح يعملها بكعبه يعني علي بقى اتصرف فيها ازاي دي هتبقى اجمل بس اللي ما علينا بس اللي انا بقول لك نظري بقى مع صلاح إيه؟ دايما نقول للمهاجم ايه حط الكره في الجون بص علي انت عارف ان هو كان ممكن يحطها في الضيقه ما هي دي هي لان حط في الضيقه بس هو التنفيذ طلع وحش خدت بطن رجله شويه هي كانت عايز ضيقه مش هتروح اكتر من كده مش هتروح اكتر من كده لكن هي فتح شويه من بطن رجله بس انا عايز اقول وجهه نظري في دي يا كابتن علاء مهمه قوي وجهه نظري في ايه ان انت كمهاجم مش لازم تشوت الكره بالقوه دي كلها ليه اولا بنقول له ليه لان الكره تبقى دايما عايشه انت عملتها جامده قوي تلعب بره انتهت الفرصه لكن لو عملتها في القريبه حتى لو ضعيفه تخبط في المبدأ ايه عادل ترجع لواحد يجيب جول المبدأ ايه عادل تبقى عايشه كونك ما قربت من الجول لازم الدقه تبقى احسن اكتر من القوه ايوه تمام هو ده لكن هو صلاح عشان كمان رجله الشمال مش يعني عارف لو وليد كنت هتلاقي تصرف تاني خالص اللي هو رجله الشمال اساسا صح لكن ادام انت مش اشول هنا لازم الدقه زي ما انت بتتكلم صح مش قوه خالص صلاح كمان ما بيلعبش بقاله مده عاوز يثبت نفسه عاوز يحط الكره جامد متعصب شويه حتى الكره اللي بدماغه دي حلوه هناك يا ايمن هو راح كويس قوي وعيني كويس قوي بس كان لازم تروح في الزاويه البعيده كويس لازم ياخد الزاويه او دماغه طلعت عاليه يعني هو راح كويس قوي كان لازم يحطها في الارض كانت دخلت كره الماتش المفروض
دي تخلص الماتش صح هاني صح انت عايز تقول انت يا حاج لا بتكلم على كره الصلاح اللي في الشوطه هي كابتن الكابتن عادل بيتكلم على القوه هو حط فيها قوه عشان هو مش على عدلته مش رجله اليمين بيلعب بيها ايوه في انا فاهم في احيانا بيجي عليك يا كابتن لما يكون في كوره جايه على شمالك فبتضطر انت تحط قوه وخلاص مش لسه هيفكر ان هو ازاي برده الكره دي برده يعني دي جت اوفسايد يعني معلول لو كان لعبها بالعرض كان هيبقى احسن تقريبا هو واخد قرار برده دي من الزاويه دي اعتقد اوفسايد يعني واخد قرار برده ان هو يشوط هو الكره بيبقى جزء من الثانيه ف لا يعني خبطه في رجل الباك لو جامده بالعرض هتبقى يعني هو فيه عن كده يعني ايوه مظبوط صح لكن هو كابتن يعني ولكن انا عايز اقول لك حاجه بالنسبه للتحركات هنا حلوه دي قوي 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 بس هي في مكان اوسه مكان واقف بس رد فعله كويس قوي تحسب له بصراحه علي معلول عمل شغل جامد جدا النهارده وعمل مجهود فوق العاده الحته دي ما شفناش خالص ناحيه اليمين ما اعرفش كابتن ممكن يكون في تعليمات من مستر موسيماني بان بيكهام يقف او ممكن تكون طبيعه بيكهام ان هو يعني ان هو بيقف ما بيزيدش دايما لان طبعا احنا عارفين ان هو بيلعب سيرد باك كويس يعني هو بيلعب سيرد باك فحته الحته الدفاعيه بتبقى طاغيه عليه اكتر لكن طبعا النهارده كان حته اليمين بالنسبه لنا برده كانت مؤثره ان ما لا ممكن نرجعها الكوره دي فيها مليون تصرف غير كده بالظبط كده نرجعها تاني هو بقى فيها قطع كويس قوي فيها مليون تصرف لا لازم يديها لديانج مليون تصرف غير الشوطه بص ديانج هو جاي اي حد بقى غير الشوطه بص هو بص ايمن سوري هاني هو اختار اسوأ تصرف يعني احنا كنا دلوقتي بنجادل في موضوع صلاح محسن هو خد القرار ايوه ده قرار مش صح ده اسوأ قرار في كل ده اولا زياده العدديه موجوده ممتازه صح المساحه نفسها متاخده حلوه بص بقى ليه مش ديانج وبص ديانج ايوه بالظبط ما انا بقول لك ليه مش ديانج يعني بص وما فيش مشكله صح ليه بقى وهنا كمان ليه مش ديانج وش وجه الجول قبل ما تتشاط عادل هو أيوة كل الاحوال وهنا ليه مش ديانج وهنا اهو كمان انت فاهمني يا ده بقى قرار ده قرار غلط بص ده حتى ديانج عمال يكلمه بالظبط ده قرار غلط يعني كنت بتكلم بص لا رجعها شويه معلش ماشي كمل انا هوريك الزياده العدديه كمان للاعيبه النادي الاهلي اكتر من وادي دجله كتير ما بقول لك زياده ممتازه تمام بس اقف هنا بس ماشي عندك الاول اهو ادي واحد وش رجله من ورا راح للجول اللي انت عايزه ماشي كمل ديانج نكمل ماشي ادي الثانيه ديانج حلو تمام ديانج والثالثه ديانج وبعد ديانج بعد ما دخل برضه ديانج هنا لازم ديانج هنا ديانج برضه ان هو يطمع فيها ويحطها في وسط الزحمه هو تمام مشكله حسين ان هو خد قرار عايز يجيب جول حلو لا هو خد القرار زي ما عادل قال هو خد القرار بس هو برده قرار غلط على فكره في كان بياخد القرار وبيدمغه في الارض فلما خد القرار برده علي معلول وفكر فيه ما عملش اللي هو المفترض انه يبقى في تغيير في القرار بتاعه يعني الكره دي حتى عندهم برده جود لك فرقه وادي دجله طبعًا. من الهجمات اللي هي كانت عليهم كتير قوي ده موقف غلط برضه دي الكره اللي بتسال عليها دي الكره اللي انا قلت عليها ده موقف غلط يعني حتى ايمن ما راحش قابل بسرعه بص ايمن الكرة رجع بظهره 3-1 ده 3-1 ايمن رجع بظهره خلاص ديانج هو رايح للبعيد بس هي دي الهجمه الوحيده اللي الكلمه اللي كنت بتتكلموا فيها كباتن اللي هي بتاعت بيكام وعلي معلول اللي كبير كتير يا كابتن علي هو اللي عاملها معلول مش كره ثابته ده علي اللي عاملها كره اترجعت وعملها لا النهارده لو اتكلم عن نجم المباراه علي طبعا يعني كابتن ما شاء الله يعني خطورته كلها لما بيخش في القلب في الحته اللي هي رقم 10 دي شوف يعني كل تحركاته لما بيبقى في الحته الهجوميه اللي قدام دي بيبان فعاليته اكتر يعني انا النهارده كنت شايف ان هو كان لازم ان الراجل كان لازم يجذب علي انا من رايي يعني انا لو مكانه النهارده كنت خليت علي يشتغل في الحته اللي هي قدام الديفندرين دي مفيش مش مشكله وكان ايمن اشرف كان مال شويه ناحيه الشمال ناحيه علي معلول ليه وشكرا وحمدي فتحي ممكن يتاخر شويه لا ممكن نرجع للكره دي تاني معلش بعد اذنك نرجع للكره الاخيره دي ايوه ماشي بس اقف هنا خليها بقى للكابتن عباس هو يعني فيها شك شويه كابتن شريف دي هنسيبها للكابتن ناصر طبعا ولكن احساسي ان دي واحد هيكون على دجله انا قلت مش على الاهلي انا لما جت قلت كده بس الحكم هنا عمل ايه يا ايمن واخد قرار انها على النادي الاهلي من غير ما يفكر يعني حتى كنت انا بكلمكم في الكوره بس دي الفار لازم يرجع معلش يا كابتن بس معلش يا سمير هات تاني كده بتاع لعيب دجله ولاعيب بتاع النادي الاهلي لعيب النادي الاهلي رايح شكله بيحط جول بيحط جول أي. التاني طالع بص يا التاني بص بيديله ازاي بص التاني طالع بالستارز يعني عارف اللي هو ايه عايز دي بينالتي وانذار
وكل حاجه ده من غير ما يرجع لحد ده هيموته كمان فيها يعني. أي بص ده وجهه نظري. بص التاني هو رايح نفسه الحكم و لا ده واخد قرار عكسي. ايوه بالظبط رايح نفسه يعني. لا والتاني مين كابتن ناصر بقى يقول لنا القصه دي ايه؟ طيب عموما هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار عن احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن هاني واضح النهارده تاثير الغيابات ولاحظناها في التغييرات يعني مستر موسيماني مش عارف يعمل ايه يعني زي ما يكون اجبر على ان اللي موجودين على الدكه دول مفيش غيرهم يعني ما مجبر على الطريقه ومجبر على التغييرات كمان بالظبط. ده حقيقه فعلا هي كابتن طبعا التغييرات مفيش شك طبعا التغييرات مؤثره بشكل كبير جدا على النهارده على اداء النادي الاهلي. انت خلاص الفتره اللي فاتت الماتش اللي فات كنت دخلت في فورمه ان في خلاص بقى ليك شكل هجومي مميز جدا. كان في ربط كبير جدا ما بين محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وده شفناه الماتش اللي فات. بص الاستحواذ هنا بالنسبه للنادي الاهلي والاستحواذ على فكره في صالحنا 56% ودجله 44%. طبعا بطء يا كابتن كتير انت برضو يعني لازم يبقى يكون في اسرع من كده التحضير. بنحضر كل حاجه لكن لازم التحضير يبقى اسرع من كده. وشوف رجعت تاني يا كابتن يعني بعد ما وصلت نص الملعب رجعت تاني. خلينا برضو نتكلم زي ما انت بتكمل على موضوع على حته الغيابات حته الغيابات وقد ايه كانت ليها تاثير النهارده. وانا شايف برضو ان التاثير يا كابتن يعني في تاثير فني وفي تاثير برضو يعني ما فيش خبرات يا كابتن النهارده ما فيش الملعب لما تيجي تبص ما فيش الا وليد سليمان. وليد سليمان هو الوحيد يعني هو الوحيد يعني برضه هنقول حسين الشحات برضه مش خبره كبيره قوي هو لعيب طبعا كويس كل حاجه. عندك برضه صلاح محسن محمد شريف حمدي فتحي الخبرات برضه النهارده كابتن يعني انا شايف ان هي برضه كان ليها عامل النهارده كبير يعني حته وليد اللي هو اللي كان وحيد وليد اللي كان بيحاول الوحيد النهارده بيحاول على المره ما تحس ان هو والله وحيد وعلي معلول طبعا بص يعني اللعبه الثانيه دي هما الاثنين فعلا قلت بص هما الاثنين تقريبا اكبر اثنين في الملعب دي برده كان لازم تكون اسرع من كده اسرع يعني يعني وخلي بالك بطء التحضير ده كابتن يعني خلي بالك احنا بنتكلم كل ده على الاستحواذ بس انا برده عايز ابص على التحركات اللي قدام يعني انا كنت عايز ابص على تحرك حسين الشحات اول ما خدنا الكوره تعرف تحس ايمن ان مفيش بلاي ميكر في الفرقه مفيش عقل مفكر ان هو يحرك السويتشات اللي موجوده على خط ال 18 بس عايز اقول لك حاجه كابتن عادل يعني معنى كده ان البدائل اللي بره كانت محدوده مع مستر موسيماني لا يعني كان في برضه ممكن بدائل يعملها يعني انا كنت شايف ان علي معلول ممكن يبقى ليه دور هجومي كويس قوي وعندك محمد شكري اكتر من كده محمد شكري ممكن ينزل باك ليفت يعني مكانه ممكن يلعب في الحته الهجوميه. الحاجه الثانيه عندك عربي بدر كان ممكن برضو يستغله تلعبه حته الظهير اليمين علشان يكمل تكمله كبيره. زياد طارق برضو لعيب من اللعيبه الكويسه طالما انت حطيته في الفرقه يا كابتن ايمن ده وجهه نظري يعني طالما انت حطيت لعيب جوه الفرقه يبقى لازم تلعبه بغض النظر عن اي حاجه ممكن تلعبه لو احتاجته فرصه فرصه انك تديله يعني هو لعيب كويس شاب صغير اداؤه هو بيلعب برجله الشمال لعيب عنده سرعات مهاري جدا كان ممكن يخلص لك المباراه ممكن ويبقى خلي بالك كابتن عادل نجم كبير يعني بالرغم من كده برضو او برغم ان النتيجه طلعت 0-0 ولكن احصائيات الماتش نفسه هتلاقيها يعني كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي يعني لو بصينا على الاستحواذ هنلاقي 56-44 عدد التمريرات 574 النادي الاهلي عمل 521 تمريره صحيحه ممكن يكون استحواذ سلبي في بعض الاوقات وفي هدوء ويعني ما كانش فيه سرعه بطء وبطء نسبه التمريرات 91% تمريرات صحيحه الدجله 351 من 416 نسبه 84% التصويب بقى على المرمى عشان تعرف ان دجله ما كانش معانا في الماتش خالص دجله شاط على المرمى 3 تصويبات كره منهم بين 3 خشبات نادي الاهلي شاط 19 كوره يعني 19 4 منهم بين 3 خشبات بين الثلاث خشبات يعني ممكن كان منهم يجي 2 او يجي 1 بس انا عايز اقول لك كابتن يمكن اتكلمنا في الامر ده كتير قوي كل الفرق اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي لما بتيجي تلعب دفاع ودفاع منظم كل لما بيدخل فيها جون بدري فما بتعرفش تنقل
للبلان بي اللي بعد كده. يعني مثلا هو خلاص هو نازل يدافع قدامك، لو دخل فيه جون بيشتغل أي. عشوائي أي. ليه؟ لانه هو مش حاطط في دماغه انه ممكن يطور من لعبه أي. يعني النهارده النادي الاهلي ممكن في الهجمات بتاعته كتير كان ممكن وادي دجله لو مقرر وعامل حاجه ان هو يروح على الجون كان ممكن يروح، لكن ما عندوش انياب هجوميه، هو مش حاطط في دماغه الامر ده خالص انه يروح يجيب جون يعني أي. فهي دي المهم، انت لو فتحت المباراه في البدايه بهدف بتكسب ارقام كبيره من الاهداف. حاجات تانية مهمة، في حاجات صغيرة جوه الملعب زي كرة حسين الشحات اللي اتكلمنا عليها وكل الكباتن اتكلموا على انه يرجعها لديانج وديانج ممكن يشوط في الجول، دي حاجة مهمة. بتاعت محمد شريف في البداية كان ممكن يخلصها بسرعة بسرعاته ويروح على الجول ويروح يشتغل فيها، ففي حاجات كتير قوي. بالنسبة لحتة الباك رايت وعلي معلول يمكن بيكم من اللعيبة اللي بيعملوا الباك رايت بشكل غير علي معلول ما بيعمل باك ليفت طبعاً. بيكم بيعمله ثبات دفاعي لكن علي معلول بيعمله هجومي ودفاعي. يعني بيكم كان ينقصه الانطلاقات الهجوميه، ما هو بيكم ما هو كانت متعطله عندنا ناحيه اليمين. ما هو ما بيشتغلش بيه، انت فهمت يا كابتن؟ ما بيشتغلش بيه كتير يعني انت فاهم، ما بيشتغلش بيه خالص يعني، ما بيشتغلش بيه من الناحيه الهجوميه. تعليمات مستر موسيماني ولا ايه؟ امكانيات لعيب؟ لا ممكن تكون امكانياته، لا تقدر تقول سمات وصفات لعيب وشكل لعيب. انت كمدرب عايز تعمل ايه بيه؟ يعني هل انت بتحب تفضل ان الباك ليفت هو اللي بيهاجم بس وده بيدخل كباك رايت؟ مش دايما، والعكس مش دايما، مش دايما. لا بس في حاجه، هو ثانيه واحده بس بس هو مستر موسيماني او اي مدير فني بيجي في النادي الاهلي بيستخدم الباكين. هتقولي مدير فني جه في تاريخ النادي الاهلي كله ما بيلعبش بالباكين دول صح. لكن هل هو طلب منه كده ولا هي امكانيات احمد رمضان؟ ده السؤال انا بساله. هو ده مش مكانه يا كابتن علاء. كويس، ده مش مكانه، هو اتظلم في المكان. طب كويس، لا طب هو ليه؟ هو متجايب علشان لا هو متجايب عشان يعمل دي اللي هو مكان الاحتياطي محمد هاني. بس في حاجه، هو النهارده في واحد لعب المكان ده ولعبه اكتر من مباراه، العربي بدر لعبه وكان بيلعبها هجوميا كمان. مزبوط. كويس، هو مجرد سؤال يعني وجهات نظر، وطبعا مستر موسيماني اكيد هو ليه الكلام الاخير. طب ليه ما بداتش بيه النهارده؟ انت فاهمني؟ وده لعب هيقول لك عشان صغير احمد. استنى، ما هقول لك. طب هو لعب اكتر من احمد رمضان بيكم ولعب في المكان ده وبيعملها حته هجوميه كويس، يبقى اكيد يا عادل هو ما قالوش انك ما تهاجمش، لكن هي في الاخر امكانيات لعيب. طيب هو احمد رمضان امكانياته كده، لكن انت لعيب الجوكر دايما بيدي الاماكن. هو مش جوكر احمد رمضان، بيكم بيلعب اسمه احمد رمضان بيكم ولا شبه بيكم ولا زي بيكم في اللعب. خلي احمد رمضان النبس، هو ما بحبش هو ده لقب يعني. ما ملوش لازمه اسمه احمد رمضان. اولا انت عارف لازم تعرف ان بيكم كان عندنا هو بيلعب في نص الملعب، على فكره هو صغير وكل حاجه كويس، بيلعب مساك مظبوط، بيلعب باك رايت، هو جوكر. طيب فالجوكر دائما بينفذ كل المهام 50 او 60%، مش زي علي معلول بيلعب باك ليفت بس. والجوكر ده بيعملها، توظيفه الاساسي ايه؟ يعني انت على حسب غياباتك يعني. استنى، يعني محمد هاني غاب تلعبه، طب ممكن سؤال، بدر بنون هيغيب هتنزله يلعبه مع رامي. احمد رمضان بقى في كل الاماكن دي كان انت شفته بقى المكان بتاعه الاساسي فين؟ اللي هو احسن حاجه بقى فيه هو. انا من وجهه نظري انا شفته في دجله سيرد باك كويس، مساك صح. انا برضو وجهه نظري ان هو كمساك هو عادي، دجله مستاك بس لعب مع المنتخب الاولمبي قبل كده في نص الملعب ماشي، بيلعب لا بس بالزبط. الطريقه مختلفه لان كان بيلعب مختلف، بيلعب قدام الاربعه، الشوي بيلعب مختلف. انا بتكلم على هو انتوا ليه ما مش عايزين تقولوا ان شكل التيم النهارده وشكل التحركات اللي كان فيها هجوميه ما وفرتش لاحمد رمضان؟ ممكن لا. ما وفرتلوش حريه التحرك في المكان، لا 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 عنده لا تحفظ لا. هو يطلع، هو مش عايز يا شريف، هو ما عندوش الملكه دي. كمان انا عندي رامي ده لو اداني مساحات ما عندوش الملكه، هو ما عندوش الملكه، خرج وحصل تعاون من المنطقه دي كلها، يمكن في تحسس برضو ان هو في المنطقه دي ما عندوش الملكه زي ما انت قلت، مش الملكه او الخبره لسه وجوده في المكان ده، ان هو عنده من السرعات انه كان يملى. طب وانا بس ممكن لو عنده جرأه شويه او عنده من الشخصيه ان هو كان متعود قبل كده يلعب في المكان ده كتير، ممكن هو ما لعبش في المكان ده خالص. لو عنده بقول انا بقول هو اساسا معلش، انا معلش وجهه نظري غلط، ما الكوره اوجد نظري اول مره ثاني واحده بس. اولا
شكله وتكوين جسمه مش بقى مش راجل بيلعب بكرايت خالص. ده شكله مساك يعني مثالي او ديفندر والله. أيوة يعني احنا طب انا اقول لك العربي بدري كان ده او ديفندر. انت دايما احنا عاد دايما ايه بلاش البكرايت دايما اي باك ليفت بيجي في النادي الاهلي ليه صفات معينه دايما بتلاقيه جسمه دايما شويه قصير شويه كلهم سريع. الوحيد اللي خلى في النقطه دي هو كابتن ربيع ياسين ما كانش بيلعب الشمال بس ده طبعا باكرايت شمال باكرايت يعني احسن باك ليفت في مصر كلها. فهي بتبقى سمات لعيب وانت انت اللي توظف. لكن في الاخر احنا ايه بنقول ان هو شاف النهارده احمد رمضان كده جاز جربه النهارده ان هو شايف ان هو ممكن يلعب باكرايت يسد مكان لكن ان هو مثلا يقول له اقف انت كده او حاجه لا هو اكيد. لكن هي صفات احمد رمضان يعني مثلا انا قلت لك مثلا العب انت مساكي على تلعبها هتلعب برضو صفاتك صفاتك الفنيه وانت كشكلك انت فاهمني يعني هتضغط عليك انت كلاعب. التجربه النهارده الراجل ده في المكان ده كانت تجربه واحنا عارفين كلنا اضطراريه هو مضطر بس هو اصلا كان نص ملعب ولعب فتره الباك رايت كان يعني شويه ادى يعني فيها ولكن عشان كده احنا جبناك كجوكر زي ما انت بتقول. سؤال مهم يا كابتن دلوقتي انت في ظل الكورونا دايما ممكن تلاقي اللعيب ممكن يغيب محمد هاني ممكن يغيب لا قدر الله ممكن يجي له اصابه طويله لمده اسبوعين ثلاثه او شهر ولا حاجه فخمس ست مباريات مين اللي هيلعب الباك اليمين هي دي المعادله اللي ممكن مستر موسيماني لازم يفكر فيها الايام دي وافتكر انه لازم يفكروا فيها في الشتويه باذن الله ان شاء الله. عموما يعوضوا بلعيب زي باك رايت باذن الله. عموما هنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجله وبعدين من بعده هنطلع فاصل ونرجع نستقبل كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي للحديث عن الحالات التحكيميه. من جديد بجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء بالتعادل السلبي ما بين الاهلي ووادي دجله بتعادل سلبي بدون اهداف يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدير الفني بابا فاسيليو مدير الفني لفريق وادي دجله. مستر بابا فاسيليو برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده بتلعبها على فريق النادي الاهلي بتحقق نقطه. النادي الاهلي بطل المسابقه الموسم الماضي وحقق ثلاث انتصارات في بدايه المسابقه. النهارده بتخطف نقطه اعتقد نقطه غاليه جدا بالنسبه لفريق وادي دجله امام النادي الاهلي. I think it's a precious point for you for your team against a team like الاهلي of course. Yeah, of course. Thank you for the welcome and happy new year to everybody and all the people. بيشكرك على الترحيب وبتمنى سنه سعيده للجميع. Yeah, the quality of the opponent makes our our performance and our the draw very important of course. امكانيات المنافس طبعا بتخلي ان التعادل مهم جدا بتخلي ان التعادل نقطه غاليه زي ما انت بتقول بسبب امكانيات المنافس. We played against a team that lost only one time for one year. احنا بنلعب ضد فرقه خسرت نقطه خسرت مباراه واحده خلال السنه اللي فاتت كلها. فرقه الاهلي ما خسرتش غير مباراه. With a lot of quality but we had the courage and we had the confidence بامكانيات عاليه to come and play our way. بس كان عندنا من الشجاعه ان احنا نيجي نلعب بطريقتنا. And it was a very very interesting game. وكان مباراه شيقه جدا بالنسبه لنا. مستر بابا فاسيليو انا ما بحبش اقول فريق لعب بطريقه دفاعيه لكن هقدر اقول ان انت قدرت تقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي قدرت تعمل تعطل جبهه من الجبهات القويه جدا جابت علي معلول وتقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي وتعمل زياده عدديه في خط الوسط مش هقول جيم دفاعي. On the key players of الاهلي you stop the efficiency of علي معلول left yeah it's a part of the game. هو ده جزء من المباراه and part of our preparation is to جزء من اعدادنا للمباراه stop the key players from being dangerous ان احنا نوقف خطوره اللعيبه مفاتيح لعبتنا and our players make a very good job to and they work very hard عملت الشغل when we didn't have the ball to make the job عملت الشغل كويس حتى واحنا ما عندناش الكوره ان هم يعملوا المطلوب منهم when we had the ball we open to play our way واحنا معانا الكوره بنفتح وبنلعب لعبنا especially in the first half we create good opportunities في الشوط الاول كان عندنا and we had the chance with Jorginho في الشوط الاول وفي الشوط الثاني في فرصه مع جورجينيو في اخر 10 دقائق it was a great chance to even win the game كانت فرصه ان احنا ممكن حتى نكسب المباراه. مستر بابا فاسيليو شايف ان الغيابات النهارده اكيد كنت متابع غيابات فريق النادي الاهلي شايف ان الغيابات والعناصر كلها مهمه للنادي اكيد اثرت على فريق النادي الاهلي النهارده وايدتك راحه شويه نسبيه في الملعب ان انت الاهلي بيفتقد لمجموعه كبيره من اللعيبه المؤثره because الاهلي is missing a lot of players as you know does this missing players make you more comfortable to play against الاهلي or make the game a little bit easier
No. Al-Ahli have in every position they have two amazing players. في كل مركز الاهلي على الاقل عنده اثنين لعيبه هايلين. So they can replace anybody and this is اي حد بيطلع اي لعيب يقدر يخش مكانه. The big strength of a big team like Al-Ahli. قوة فرقة كبيرة زي فرقة النادي الاهلي. There is a quality even any player أي لعيب can ينزل. Come in and he can do the job. أي لعيب ينزل يقدر يقوم بالمهمة اللي مطلوبة منه في فرقة الأهلي بسبب قوتهم يعني. نقطة مهمة جدا في حالة فقد القلبة بتتحول لأربعة خمسة واحد بتضيق المسافات، قفلت على محمد شريف وضيقت عليه المساحات. محمد شريف واحد من اللعيب اللي كان بيحب يلعب في المساحات الواسعة وبيستغل وتستغل الأهلي كان دايما بيستغل سرعات محمد شريف. When you lost the ball, coach, we saw it was more like 4-5-1, and also you closed the spaces on Sherif because Sherif is known that he's a player who play in the space, and you succeeded in this with the players to stop this. Yeah, the last two three games that we watch, it was more like a counter attack game for Al Ahli. كان الأهلي بيعرف يخطف في الهجمات المرتدة لما الفرق بتهاجم. Players like Sherif who has amazing movement in the space. شريف عنده تحرك هايل في المساحة. Can kill you. يقدر يخلص عليك لو سبت له مساحة. That's why I said that we were very well prepared. عشان كده احنا كنا جاهزين. We close the space for the play for those kind of quality players. المساحات للعيبة. To move in spaces and that was a matter of teamwork. قفلنا المساحات كشغل جماعي للفريق ان اللعيبه اللي عندهم امكانيه من لعيبه النادي الاهلي انها تلعب في المساحه حاولنا نقفل المساحه عليهم فده كان شغل جماعي. انا بحييه على المباراه النهارده وبحييه على النقطه. قبل ما اختم معاه في لقاء سابق قال هو دايما شايف ان النادي الاهلي هو المرشح الاقوى والنادي الاهلي هو طبعا هو بطل البطوله. هل لسه عند رايه ان النادي الاهلي يبقى دايما ان هو المرشح الاول للبطوله؟ Nominee for the champion. Still, you see this? Yeah, of course. I think this year it's even stronger. يمكن السنة دي. In my opinion, it's even stronger, and the players that they come in. اللعيبة اللي جت. Like Maher, like Mohsen, like Sherif, محمد شريف وصلاح محسن. All these players. نصر ماهر وصلاح محسن. That they came back from loan. اللعيبة اللي رجعت من الإعارات. Gave even more quality and more strength to the squad. قوة أكتر للسكواد بتاع النادي الأهلي وقائمة النادي الأهلي. And of course, the results speak a lot.